صباح الخير يا كي جي تو. النهاردة هنكتب مع بعض حرف العين. حرف العين في أول الكلمة، بقف فوق، ألف، أعمل نص دائرة وأمشي على السطر، أعمل له إيد طويلة على السطر. في نص الكلمة العين بتغمض عينيها، في نصف الكلمة العين بتغمض عينيها. إزاي؟ أهي بمشي وأطلع بخط مايل كده وأمشي وأنزل، أقفل العين بتاعتي وأمشي على السطر. دي العين في نصف الكلمة. في آخر الكلمة بلف، أعمل نص دائرة بتاعتي وبعدين أنزل أعمل لها نص دائرة كبيرة تحت السطر. تعالوا نشوف حرف العين في الكلمة بيبقى شكله إزاي. في أول الكلمة زي كلمة عيون، آدي حرف العين، أو فارد إيده على السطر، عيون، عيون. في نصف الكلمة زي كلمة ثعلب، ف ثع شايفين العين مقفولة ازاي؟ ثع وإيديها على السطر، ل ب ثعلب. في آخر الكلمة زي كلمة ذراع، ذي را ع، والعين أهي في آخر الكلمة. طيب حرف العين لما يبقى بعده مد بالألف هيبقى صوته عا، ولما يبقى بعده مد بالواو هيبقى صوته عو، ولما يكون بعده مد بالياء هيبقى صوته عي عي. حرف العين لما يكون بعده، لما يكون عليه فتحة، لما يكون عليه فتحة هيبقى صوته عا عا. لما يكون عليه ضمة هيبقى صوته عو عو. لما يكون تحتيه كسرة هيبقى صوته عي عي. ولما يكون عليه سكون هيبقى صوته ع ع. هنكتب دلوقتي كده تو ثلاثة كلمات من أصحاب حرف العين. حرف العين لما يكون عليه فتحة هنكتب مع بعض كلمة عربة، عربة، ع، آدي حرف العين وإيده على السطر، ع، ر، ر، ب، عربة، 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 عربة. تعالوا نحلل مع بعض. هننزل العين، ع، ر، ب، عربة، عربة. العين عليها ضمة، هنكتب مع بعض كلمة عش، عش. ادي حرف العين يا كي جي تو وعليه الضم عو ش، وحرف الشين في اخر الكلمة، عش عش. تعالوا نحلل مع بعض كلمة عش. ادي حرف العين او ش والشين في اخر الكلمة، عش عش. عين كسرة هنكتب كلمة عنب، عنب. ادي حرف العين يا كيرتو، ألف وعمل له ايد طويلة على السطر وتحتيه الكسرة، عين، حرف النون في نص الكلمة، عين ب، وحرف الباء في آخر الكلمة، عنب عنب. تعالوا نحلل كلمة عنب. ادي حرف العين، عي، ن، ب، عنب عنب. ودلوقتي كي جي تو هنكتب مع بعض ثلاثة كلمات نقرأها، ع، ل، م. علم، علم،
كمان عين ع ي عين عين عين. هنكتب كمان كلمة علبة 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 عين.